عصرنة واستخدام التكنولوجيا الحديثة في قطاع الصحة من خلال رقمنة الملفات الطبية يدخل حيز الخدمة بولاية المدية، وهذا لضمان خدمة أمثل للمريض العين من بلديتي بنشيكاو والبرواقية. تم يعني استعمال هذا الإعلام الآلي في حركة تسجيل المرضى يعني دخول وخروج، ثم توسعت العصرنة تاع الإعلام الآلي بما يسمى بالرقمنة إلى العيادات المتعددة الخدمات. احنا رانا رايحين نديروا ترابط ما بين المؤسسات، يعني ان كلاود وين، والحمد لله على مستوى هذه العيادة واش درنا حنايا، عندنا الملف الطبي رقمي وعندنا البطاقة الطبية الرقمية هذه نيميريك، هذه اللي قادر بالبطاقة المريض يروح لمؤسسات أخرى، طبيب اللي راح يشوف عنده حق اطلاع على الملف الطبي تاع المواطن هذا تاع المريض. بطاقة صحية رقمية خاصة بالمريض تحتوي على ملفه الطبي، مكسب استحسنه المرضى والأطباء في آن واحد. نعرفها بالنا النمر هذا، كان بكري بلاصتها كيديوها لك ودوكا ما كانش، الوقت اللي جيت تفوت. بحيث لنا نقدر نعرفه من الكمبيوتر عدد المرضى في حالة الانتظار إلى الطبيب، وبإشارة من المكتب يدخل كل مريض. كتبوا لي زانتيسيدون واش عنده، لاش اسكي لا يو دي زانتيسيدون ميديكو شيروجيكو اكسيتيرا، وندخلوا سواء يحب سيرتيفيكا نخرجوها له بالميكرو. تجنب الاكتظاظ بغية تقريب الصحة من المريض خطوة إيجابية من شأنها الدفع بقطاع الصحة بولاية المدية نحو الأفضل، في انتظار أن تعمم التجربة في باقي ولايات الوطن.